السلام عليكم البنات والولاد في جميع أنحاء العالم طبيعة الحال، لأن دابا اليوتيوب كيشوفونا من أي بلاصة. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد، روتين جديد اللي هو ميل بريب، المنيو سيمانال. راني حاولت نلخصو هنايا شنو غادي نوجدو. غادي نديرو الروس باسماتي مع ألوبياس الرخاص، كينوا مع خضر، سلطه اون سلطه ديال بروكولي وكوليفرول مع واحد صلصه مايونيز يا واكاتي لافوكا. غادي نوجدها دابا معكم. غادي نديرو بيض ويفوس دوروس، بيض مسلوق. غنديرو واحد البوري ديال لانتيخاس كون فيردورا صناوريا كالاباسا، ونديرو كفته بالخضر والفرماج في الفران، ونديرو واحد لاصالاد ديال الغامباس، والبوستري عندنا بيسكوتشو واحد الكوكيز اي كواخالا. البنات غادي نبدا نشرح لكم. هنا درت طاسه ونص ديال الرز، عبرت بهادي، غادي نغسلوه بطبيعه الحال. غادي نديرو مع شويه ديال البصيله، وغادي نديرو مع اللوبيه حمراء، نغسلها مزيان ونديرها مع اللوبيه حمراء. هادي اكله المفضله ديال بنتي. غادي ندير شويه ديال الخضر سوطي مع الكينوا، وغادي نوجدو الكفته مع شويه ديال الفلافل وشويه ديال الربيع وشويه ديال البصله. غادي نديروهم في الفران مع الفرماج، نديروهم بوليطاس في الفران، نديروهم على شكل بوليطه. هانتوما غادي تشوفوا معنا. وغادي ندير اون سوب ديال الانتيخه، سوب فوري ديال العدس الحمراء بلا قشور. هنا الخضر عندي خيزو، القرعه حمراء، بويرو، وبصله. وهنا غادي ندير واحد لاصالاد ديال البروكولي والكوليفرول في الفران، ونديرو بالمايونيز، وغادي نصايبوه بلاصالاد بواحد لافوكا، مايونيز ولافوكا. وغادي ندير واحد لاصالاد ديال الغامبا. هنا عندي غامبا كونجولي لانغوستينو، ها هو لانغوستينو، كيتانو بور فافور لانغوستينو 200 غرام. غادي نديرو اون سالاد مع البيبينو ولافوكا. هنا جبت هذا الى احتاجته مع الخضر. وهنا عندي الربيع، القزبور والمعدنوس، وغادي ندير بيض مسلوق باش يبقى عندي في الاسبوع. الى بقى لنا الوقت غادي نزيدو صدر الدجاج، نديروه في الفران مشوي. هانتوما معانا. ودابا راني درت البيض يتسلق في الماكينه، واحد كيهز لي 7 ديال البيضات كنتقبهم تما. راه عندها سبيسيال داك الكويس، كندير كويس ديال الماء وكنديرهم يطيبوا 5 دقائق كيوجدوا باش نحيدهم عليا من الطريق ونلقاهم واجدين للفطور. هادو ما كيدوزو حتى يومين ولا 3 ايام غيتسالاو. دونك هنا فاش طابو درت الثلج ونديرهم يبردوا باش كيسهل عليا نقشرهم بطريقه نربح الوقت، ما كنبقاش عاد كنتعافر معاهم، كنقشرهم انا ولا كتقشرهم بنتي. وهاهما بديت كنقشرهم وحده وحده حتى بردوا، وغادي نخبعهم في داك الطابر ونلقاوهم واجدين. انا كان كيعجبني في الفطور، وبنتي مثلا في العشيه في الكاسكروت ولا في العشاء مع الصوبه ولا المهم يكونوا واجدين. سي دو لا بروتيين صحية 100%. هاهما درتهم في الطابر ديال الزاج. كنحاول دائما نخبع لي زاليمون ديال الماكلة في لي طابر ديال الزاج. ودابا انتقلت باش ندير الصوبة، نحيدها حتى هي من الطريق لانها كتشد اليد. شوية زويته في الطويجينة، وقطعت البويرو، البصلة، الخضر اللي تبغيو ديروا فيها. انا كنفضل ندير فيها غير الجزر والقرعه حمراء والقزبور والمعدنوس. وهذه كتسمى شوربه العدس، كندير فيها شويه ديال العدس اللي بلا قشور، داك الحمر اللي كيتباع كيطيب في غليه وحده. هانتوما درت القرعه حمراء كانت عندي كونجولي وحده اخرى طريه، والجزر. وانا هزيت واحد مقدار ديال واحد زليفه صغيره ديال العدس، نغسلو مزيان وزدتو تما
غنخلي كلشي كيتعرق مزيان. درت له شويه البزار، شويه شاونيه، وشويه ديال السكينجبير. وبنتي دائما حدايا مسكينه كتعاون. صافي، وانا غادي نخليه يتشحر شويه. تنشحرهم باش يتعرقوا. صافي، دابا فشتهم بداو كي يطلقوه. انا سقيتهم بشويه ما طايبه، الماء الكافي اللي غادي تطيب فيه ديك الخضره. صافي، دابا هنا انتقلنا باش نوجدوا الكفته. بغينا نديرو همبرغر في الفران كويرات. هنا درت الفلفله حمراء، فلفله خضراء، شويه ديال القزبور والثومه، وبصله كانت عندي مقطعه موجداها. وغادي نطحن في الماكينه باش نخلطها كامله مع الكفته. وجدت العطريه، بنتي راه المساعد، راك كتشوفو المساعد الايمن. صافي، انا درت انا العطريه، كندير الشاونيه والكمون، وواحد العطريه جاهزه ديال اللحم والبزار وملحه. انا كنديرها قدامكم، ها الصور كتعبر على كل شيء. بنتي كتعاوني حتى هي. انا كنضبط لها باش ما نديرش تدفكش بزاف تما في هاد العطريه على اللحم. صافي، وغادي ندير لها المليحه. ها هي كتوريكم بنتي. وزدت هنا الفرماج. هانتوما ما قدانيش داك البول، وني درتو في البول الاخر. وهنايا رديت البال بان ما بقاوليش الوانطي، دونك انا ما كيعجبنيش نخلط بيدي، ولكن ما عندي منها هروب. انا خلطت كنخلط بيدي كي كتشوفوا. هو في الحقيقه راه مزيان، كيحس بنادم شنو كيدير احسن من الوانطي. ولكن ها هي انا درتها في الطابير. غادي نديرها على شكل كويرات. هذاك الفروماج كان عندي راه مخاليط ديال الموتزاريلا وكواترو كيسوس، اربع فروماجات كنديرهم في الطابير وكيبقاو عندي في الثلاجه. انا درتهم كويرات، ومن بعد غادي نديرهم في الصينيه الفران. ها هي جبت البلاطو اللي غادي ندير فيه البلاطو اللي غندير فيه، دهنتو شويه زبده. وغادي ندير دوك الكويرات، نستفهم على حساب انا كيعجبني مره كويرات مره مبورغيسات مره. المهم نتوما ديروا الشكل اللي كيعجبكم ديروه. هذه غير افكار كنشاركوها مع بعضياتنا، نفيدوا بعضياتنا ونتعلموا. صافي، انا درتها في الفران عندها واحد 15-20 دقيقه كطيب من الفوق ومن التحت على درجه حراره 170 درجه. هنا هزيت الكول باش نديزينفيكت يدي، لان خلطت اللحم. انا نقيتهم مزيان وغادي نغسلهم. انا ديزينفيكتيتهم كاملين. صافي، باش نستمر في العمل ديالي. غادي ندير واحد الدقيقه ديال الانفوسيون. صافي، هنايا غادي ننتقل نطيب الرز اللي كنت ذكرته في الاول. درنا هنا بصيله مشحره، ونشحروها شويه ديال الفلافل. هنا كيتباعوا واجدين، يا اما في ميركادونا ولا في الليدل، ورخاصين. كيعجبني يكونوا عندي في الدار، كيما كيكون فيهم والو غير الخضر مقطعه كونجولي لا غير. واللي بقى انا درته في بلاستيكا زيب، وغنديرو في كونجيلاتور حتى الاستعمال الاخر. هي تشحرات ليا هنا البصيله والفلافل. دابا غادي نزيد مليحه. ونزيد شويه ديال الربيع، هذاك قزبور ومعدنوس والثومه كنكون وجدهم دائما، كنوجدهم قبل ما نبداو الطياب. صافي، ها هو تشحر ليا مزيان. دابا غادي نزيد داك الرز. الرز غير الكميه قليله اللي غادي تاكل البنت ديالي جوج مرات حتى لثلاثة د المرات. صافي، درت هنا شويه ديال الخرقوم، الكوري عفوا،
شويه ديال البزار، شويه ديال الشاونيه، وشويه ديال لاصوص. كانت عندي نورمالمون كندير لاصوص ناتوريل، ولكن ما بقات لياش. هذه اللي كانت عندي موجوده في الدار، استعملتها، درت شي حاجه قليله، المهم تعطي البنينه شويه وصافي. صافي، وغادي نزيد له هنايا المطايب باش دغيا يوجد لينا هذا الرز بسمتي. البنات انا كنستعمل يا اما الرز بسمتي ولا الرز انتغرال، كيجي يا سلام. غير جربوه غتشوفوا، راه طريقه رائعه باش نديروا الرز. وهذه اكله مخيكانه كتجي مع اللوبيه، سي اون ستان غوبا كومبلي. دابا هنا انتقلت للكينوا مع الخضر. هنا الخضر اللي تكون عندكم متواجده، انا كان عندي جلبانه واللوبيه والفلافل الحمراء والخضراء والبصله الحمراء والبيضاء والثومه، هايك الكينوا القياس اللي غادي ياكل الزوج ديالي جوج المرات الثالث ثلاثه. حتى هو كنديرو بنفس الطريقه، كنشحر شويه الخضيره وكندير فوق منه الكينوا، كنخلط كلشي مزيان حتى يتجانس مزيان. صافي، وكنمرقوه بنفس الطريقه بحال الرز، بحال كاع لي بلا. نزيدو له شويه ديال الماء ونخليوه يطيب على خاطرو. هنا البنات الماء عينكم ميزانكم، اللي غادي يقدنا باش طيب ديك الخضيره ما تبقاش خضره وما تبقاش طايبه دايزها طياب، لان حتى فاش كيدوزها طياب ما كتبقى فيها لا بنه ولا فيتامينات. صافي، هنايا غادي ننتقلوا نديروا لاصوص ديال اللي غنديروا لا سلطه ديال البروكولي والشيفرول. هنايا درت 3 حتى 4 المعالق ديال المايونيز، مايونيز اللي عندكم في الدار الا بغيتوا تصوبوها واجده احسن. عصرت واحد الحامضه، كانت عندي واحد لافوكا، الا بغيتوا ديروا فيها جوج افوكات هي احسن، ولكن دابا راه لافوكا غالي الصراحه. الله، كانت عندي وحده انا جبتها درتها هنايا مع هاد المايونيز، عصير حامضه، ونزيدو مليحه. انا درت فيها شويه ديال السودانيه، قزبور ومعدنوس، شويه ديال السودانيه، شويه ديال الابزار، وشويه ديال المليحه، وكنطحنوا كلشي. بعض المرات كنزيد فيها لي كورنيشون، بعض المرات كنزيد فيها البصله، ولكن اليوم بغيت نديرها غير هكا انا. ودابا غادي نطحن كلشي. هاد الماكينه مسكينه راه صابره معايا، راه عيات كتقول لي بدليني وانا ما بغيت نبدلها، ما حدا خدامه، غادي نزيد نستعملها حتى مسكينه صافي تسكت بوحدها. صافي، انا طحنتها، غادي نديرها في قرعه. دائما حاولوا تخليوا لي زاليمون ديالكم في اطباق من الزجاج، يا اما كويسات، يا اما راه كتعرفوا الكويسات النوتيلا يمكننا نستعملوهم، القريعات زويونين ديال القطن يمكننا نستعملوهم، ماشي ضروري يكون لاسيغي ويكون. ودابا ها هي ديك لاصوص وجدناها. دابا غادي نديرو الخضره اللي غادي نديروها سلطه. هنا عندي الخضره اللي كتبغيو، انا عندي مفضل هو البروكولي والشيفرول والقرعه حمراء والقرعه السوكيني ولا القرعه خضراء. هاد المره بغيت ندير هاد الخضر. صافي، انا كنقطعهم صغيورين صغيورين صغيورين، عندي نديرهم في داك البول باش نخلط كلشي. نديرو له شويه زويته، شويه قزبور، شويه معدنوس، شويه تويمه، وشويه ديال المليحه والبزار، العطريه اللي بغيتو نتوما دائما تنسمو بها. كاين اللي كيدير فلي، وكاين اللي كيدير زعتر، كاين اللي كيدير الحبق، كاين اللي كيدير كلشي الاعشاب منسمه. انا درت اللي كناكل انا واللي كياكلوا ولادي بطبيعه الحال. انا درت نسمتو بالقزبر والمعدنوس، مليحه والبزار، وشويه الكمون. انا كيعجبني الكمون في الخضره، كيجي بحال الشكل ديال المبخر. هانتوما درتها في الصوينيه، سرحتها مزيان في الصوينيه، وغنديرها في الفران 15 20 دقيقه، ما كدوزهاش، كتهرى كامله. نديرها في الفران من الفوق ومن التحت. هذيك المانشا البنات اللي عندي في السروال، غير سمحوا لي، راه الطحين حاديت تما بلا ما نحسو، بقى تما، اعتذر. دونك غادي نديرو في البول فين غادي نزيد له لاصوص. انا هزيتو كامل، هانتوما كتشوفوا راه كيجي بحال الا مشوي، والمذاق يا سلام، غير جربوه وغادي تشوفوا. عييت ما نهز بالمعلقه وانا ندرك، كتشوفوا بنادم راه سبحان الله بعض المرات كينسى. المهم هنا نزيد له شويه بصيله خضراء،
مقطعه صغيره مشلضه، وغادي نزيد من ديك المايونيز اللي وجدنا على حساب عينكم ميزانكم اللي بغيتو ديروا. اللي كاين اللي كيبغي المايونيز كثيره، كاين اللي كيبغيها قليله، انا كيعجبني نكثر لها. وفاش نبغي نغرفها عاوتاني ناكلها في لو بلا غادي نزيد لها معلقه من الفوق عاد. راه لافوكا صحي بزاف والخضر صحيين. المهم ها انتما كتشوفوا هذا الدلاح كان عندي في الثلاجه، هذا الدلاح سان بيبان ما فيهش داك العظم، الا كان فيه العظم ما غاديش تاكلوا لي بنتي. المهم كنقطعوا باش كنلقاوه واجد في الطابر، ماشي عاد نوض وقطاع والمياهات وهذه، كيعجبنا في مره واحده. وكنشري غير الكميه اللي غادي ناكلو، لان انا ما كناكلوش دابا، كياكلوه غير الزوج ديالي والبنت ديالي، دونك القياس اللي غادي ياكلو غادي المهم باش يلقاوه واجد. نخليه في الطابر ابار، ها داكشي يمشي للزبل. هذا مكان، ها هي الصور كتعبر على كل شيء. نهار الحد راه النهار ديال التخطينه. هذا الكيسو غودا، كل مره كنوع، مره مازدا، مره غودا، مره ايمنتال، كل مره شنو كناخد، مره فريسكو سيمي كورادو او مادو مدخن، يعني كل سيمانه شنو كنتناخدو. دابا خدينا هذا، وكان عندي واحد سيمي كورادو حتى هو دهني، هذا خالي من السكر غير البروتين والدهنيات. دابا راه حنا مع الكيتو، الا كنتو مهتمين بالكيتو راه الاخت ديالي كتقدمو مزيان في القناه في لي فيديو اللي كدير. ما بغيتش حتى انا نزيد الكيتو، دونك نوعو شويه باش ما تملوش. وهو هذا البنات، سالينا البرنامج ديال هذا الاسبوع، ها انتما كتشوفوا انا وجدته كامل. هنايا درت الروز مع الخبيه حمراء مع اللوبيا حمراء، هذه اكله مفضله لبنتي سبق وقلتها. هذه الكينوا مع الخضر كاملين، فلافل، خزو، جبنه، اللوبيا. هذه الكفته اللي درنا على شكل همبرغيسيتا صغيره بالخضر حتى هما فرماج. هنا البيض مسلوق ها هو عندنا واجد للسيمانه. هذه لاصالاد ديال الغامبا مع لافوكا والبيبينو والزيتون الكحل ولي طوماط سيريز، حتى هي كتجي رائعه البنات، رائعه رائعه. وهذه البروكولي مع الكوليفرول والبروكولي والشيفرول والقرعه حمراء بلاصوص ديال لافوكا، هذه صلصه ديال لافوكا مع المايونيز اللي حضرتها معكم، راه كتجي رائعه، غير جربوها البنات. وهادو الكوكيز ديالنا كيتو، حتى هما كوكيز بجنجلان والكوكو اللوز والشوكولا نوار بدون سكر. وها هي الصبه ديالنا وجدات شوربه العدس، ها هي واجده للعشاء. وهنايا لي فخويساك مع الفرماج دائما تنتمبيه كنديوهم العمل، كياكلوهم هنا في الدار حتى هما بنتي والزوج ديالي. وبغيت نقول لكم بان انا كنأكومباني دابا كلشي الاكل ديالي مع اوا غونغاز، ماء معدني بالغاز، صحي وحسن من كوكاكولا. وهذا وهو هذا البنات، عندنا الزيتون كحل اكومبانيوه في لي سالاد مع لي بلا. زيتون كحل راه غزال كيشهي، كنشري هذا بدون عظم، تقدروا تشريو اي واحد ولا ديال المغربي، ما بقاليش ديال المغربي اللي كنشري على الجزار. وهو هذا البنات، نتمنى يعجبكم الميل بريب ديال هذا الاسبوع، ولا كيعجبكم بحال هاد الفيديوهات شيروا لنا بلايك باش تشجعوني ونستمر لقدام. وكنشكر مره ثانيه كل المشتركين الجدد بالقناه ديالنا طاوله الطبخ مع لطيفه وسعيده، وشكرا جزيلا ومع السلامه.